استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. استقبل السيد تيموثي ليندربكينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال اللقاء رحب سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالسيد تيموثي ليندربكينغ مشيدا سموه بقوة ومتانة العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور ملموس في كافة المجالات، بما يعكس إرادة البلدين لفتح آفاق أوسع للتعاون ومواصلة التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التحالف الاستراتيجي بينهما. وتم خلال لقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب السيد تيموثي ليندربكينغ عن اعتزازه بلقاء سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وحرص الجانبين على زيادة حجم التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، منوها بدور مملكة البحرين وسياساتها ومساعيها لتحقيق الأمن والسلام في العالم.